برحب بكم مشاهدينا مرة كمان. في البداية معايا خبر عن أنه تم الإعلان عن نظام لإعطاء الجرعة الثالثة المعززة، فقد تم تحديد نوعاً أساسياً ونوع آخر حال عدم توفر النوع الأساسي. للتفاصيل أكتر مشاهدينا عن هذا الخبر، إحنا معانا عبر الهاتف دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، كل سنة حضرتك طيبين. وحضرتك طيب. الله يخليك. خليني أبدأ مع حضرتك، يعني سؤال طبعا بيجي على أذهان الكثير أول ما عرفنا أن في جرعة ثالثة، نظام الجرعة الثالثة إيه، وفكرة أنه الجرعة هتكون بنفس نوع اللقاح اللي تم أخذه في الجرعتين السابقتين، ولا يعني ممكن يكون مختلف؟ طيب، هو خلينا في البداية بس نعرف السادة المشاهدين هو ليه احنا بندي جرعة ثالثة. تمام، اتفضل. هو طبعا نظرا يعني لجهود الدولة في احتواء الجائحة، طبعا جائحة كورونا، وظهور متحورات جديدة زي أوميكرون مثلا، فهم مع الدراسات وجدوا انه ما اعطاء جرعة ثالثة للأشخاص او جرعة تنشيطية بيزود من الأجسام المناعية وبيقلل من الإصابة بنسبة 80% مع متحور أوميكرون بالذات يعني. طبعا انت حضرتك طرحت سؤال، طيب دلوقتي بالنسبة للناس اللي خدت جرعتين الوضع هيكون ايه بالنسبة للجرعة الثالثة؟ الجرعة الثالثة مبدئيا هتكون للناس اللي ذات أولوية، يعني اللي ليهم الأولوية في الأول، اللي هم الأمراض المزمنة والأطقم الطبية. وهيكون نظامها كالآتي، هي هتتاخد في خلال ست شهور من الجرعة الثانية. يعني لو واحد عدى عليه ست شهور من الجرعة الثانية يبقى ده هيبقى مستحق للجرعة الثالثة. طيب بالنسبة لنوع اللقاح اللي هياخده في الجرعة الثالثة هيكون نظامه ايه؟ بفرض مثلا واحد في الجرعة الاولى والثانية خد سينو فارم، يعني لقاح سينو فارم، لما يعدي ست شهور وهو من اصحاب الامراض المزمنة او من الاطقم الطبية، حسب ما صرحت وزارة الصحة انه هتجي له رسالة دايركت، مش هيحتاج انه هو يسجل مرة ثالثة عشان يتلقى الجرعة الثالثة. طيب هو هيروح لنفس المركز اللي خد فيه الجرعة الاولى والتانية، ده مبدئيا. طيب هو خد سينوفارم، راح ما لقاش سينوفارم، لو لقاه هياخده هو ما لقوهوش بقى هياخد ايه بقى، عشان بس السادة المشاهدين يبقى عارفين بالظبط. هياخد سينوفاك لو متاح، هياخد استرازينيكا لو متاح. تمام. هياخد فايزر لو متاح، هياخد موديرنا لو متاح، يعني هياخد اي لقاح متاح في المركز اللي هو راح او الوحدة الصحية. أيوة. اللي هو راح. ايوه، بس ما احنا لسه هنكمل بقية اللقاحات، لانه مش كل اللقاحات هياخد المتاح. يعني فاهم حضرتك، يعني احنا بنتكلم على مثال السينوفارم. طيب خد في الجرعة الاولى والتانية سينوفاك، تمام، هيروح المركز اللي خد فيه الجرعة الاولى والتانية. لو لقى سينوفارم اوكي ياخد سينوفارم، ما لقاش سينوفارم ياخد استرازينيكا. تمام. ياخد موديرنا، ياخد فايزر. الأربعة دول متاحين بالنسبة للي خد سينو فارم واللي خد سينو فاك. تمام. طيب هو في الجرعة الأولى والتانية خد جونسون أند جونسون بالظبط. تمام. راح ما لقاش جونسون أند جونسون، متاح ليه ياخد أسترازينيكا، متاح ليه ياخد فايزر، متاح ليه ياخد موديرنا، ياخد الثلاثة دول. طيب هو في الجرعة الأولى والتانية خد أسترازينيكا، لما يروح وما لقاش أسترازينيكا، نعم، متاح لي ياخد اتنين، موديرنا وفايزر. موديرنا وفايزر، يعني لو هو كان في الجرعة الأولى والتانية خد أسترازينيكا
وراح المركز ما لقاش الأسترازينيكا، طبعا لو لقاه خلاص هياخد أسترازينيكا، ما لقاهوش ياخد فايزر أو موديرنا. يعني بالفعل وزارة الصحة محددة البديل، يعني لو ما لقاش، يعني هم عاملين كاتيجوري كده معروف. تمام. انت خدت ايه في الجرعة الاولى والتانية، ولو ما لقيتش اللي خدته تاخد ايه. هو طبعا يعني جميع اللقاحات باستثناء سبوتنيك 5 هو اللي حاليا ممكن مش افيلبل او متاح في مصر، لكن بقية اللقاحات معظمها موجود في مراكز التطعيم المختلفة. لكن احنا بنتكلم ليه، طيب هو السؤال ليه، طب اشمعنى الأطقم الطبية والأمراض المزمنة ان هم ياخدوا جرعة تعزيزية؟ لانه دول طبعا اكثر عرضة للإصابة. صحيح. مع طبعا يعني بالرغم من كل الجهود اللي بتبذلها الدولة عشان تزود عدد كميات الجرعات بتاعة التطعيم، لكن برضو ما زال ان احنا يعني احنا بنهاية السنة دي بإذن ربنا يعني هنكون وصلنا لتقريبا 40% من المستهدف من التطعيم. طيب انا بس حابة اكد مع حضرتك يا دكتور فكرة التسجيل، يعني حضرتك اكدت انه يعني مش لازم نسجل، احنا بالضبط. الناس اللي فعلا مسجلة قبل كده او خدت الجرعتين بيتم ان هم يعني وزارة الصحة بتبعت رسالة دايركت. تمام. يعني بس عشان يعني فكرة ان احنا محتاجين نسجل ولا لا، دي يعني لا بتيجي في اذهان الكثير. هو اوريدي اللي خد التطعيم في الجرعة الاولى والتانية اوريدي مسجل. نعم. على قاعدة البيانات بتاعت الوزارة، وبالتالي هو كده بالنسبة للوزارة معروف، وحتى هو معروف بالنسبة لهم إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو من الأطقم الطبية. فهم دايركت هيبقى عاملين سكرينينج أو فرز للي سجل وخد اللقاحات وبيبعتوا له دايركت من غير ما يكون هو محتاج إنه يسجل مرة تانية. بس هو نتمنى إن الناس اللي يجيلها الرسالة بتاعة الجرعة الثالثة انها تلتزم وتروح وتاخد التطعيم. يعني هو يقول لك وانا يعني معلش انا اسف يعني هيقول لك وانا فاضي بقى كل شوية. هو الموضوع مش اختياري، يعني الموضوع انت بتحمي نفسك في الاول والاخر. يعني هي الوزارة مش هي مش سوري يعني مش مصاريف وخلاص، هي كل الفكرة ان هي عايزة تحمي الناس الأولى يعني بالحماية من انتشار الفيروس. ماشي تمام. في الحقيقة دكتور الفترة دي في قلق شديد من سرعة انتشار المتحور الجديد أوميكرون، وتحديدا بعد إعلام منظمة الصحة العالمية عن انتشاره في أكثر من 98 دولة حول العالم. فهل في معلومات عن أعراض مصاحبة ليه مختلفة عن مثلا المتحورات اللي كانت موجودة من قبل كده؟ والله بص حضرتك، بالنسبة لأوميكرون يعني أنا شايف من وجهة نظرنا أنه هو خد مساحة إعلامية كبيرة قوي وشو إعلامي جامد جدا، بالرغم من هو أضعف كثيرا من متحور دلتا كأعراض وكنسبة وفيات. دي رقم واحد. رقم اتنين، هو بالنسبة للأعراض بتاعت الأوميكرون يعني بيتميز بسرعة انتشاره الكبيرة عن دلتا، ولكن هو بيصيب الجهاز، ولازم نركز في اللي جاي ده، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي مش الجهاز التنفسي السفلي، بمعنى ان هو بيصيب القصبة الهوائية والبلعوم، ما بينزلش ناحية الرئتين، وده يمكن ميزة ربانية، يعني ان هو ما يبقاش عشان ما يعملش مضاعفات اكتر بالنسبة للمصاب. طبعا من ناحية الاعراض هو بيبقى اكثر احتقان في الزور، حكة في الزور، يعني سوري زي هرش عايز يهرش في الزور، ده يعني من ضمن الحاجات المميزة قوي دي. العطس بكمية كبيرة، الكحة المصاحبة لي، لكن مش بيعمل مضاعفات من دي تنفس او الحاجة. طبعا هو في حالات يعني مش كل الحالات اللي هي مناعتها ضعيفة قوي ممكن يحصل ان هو يبقى يحصل دي تنفس وان هو يبقى محتاج اكسجين. لكن الاوميكرون ده حاجة اضعف بكتير من دلتا،
وحتى الدراسات اللي اتعملت عليه في انجلترا قالت انه فتره حضانه الاوميكرون يعني هو كان في دلتا الاول من 7 ل 14 يوم، فتره حضانه الاوميكرون بقت من 3 ل7 ايام، يعني هو الاصابه ممكن في خلال 3 ايام يبقى المصاب كويس، يعني هو تاخد 3 ايام معاه ماكسيمم اسبوع مع العلاجات النورمال الموجودة للأعراض طبعا، الشخص بيخف ويرجع طبيعي وما فيش منه مشكلة. بس هو مشكلة الأوميكرون انه هو سريع الانتشار، عشان كده احنا بننوه على السادة المشاهدين انه لازم يبقى في تباعد اجتماعي على قدر المستطاع. طيب اخيرا يا دكتور، مدى فعالية اللقاحات الموجودة دلوقتي عشان تقدر تواجه هذا المتحور الجديد، فعلا بتقدر تواجهه اللقاحات الموجودة حاليا داخل مصر؟ بص حضرتك، هو عشان نكون اونست يعني هم لما عملوا دراسة على الأوميكرون لقوا ان هو عنده مقاومة الى حد ما ضد اللقاحات. بنسب قد ايه؟ طبعا بتختلف من لقاح للتاني. صحيح. يعني وطبعا هو ما تعملش عليه دراسات لكل اللقاحات، بس هم وجدوا انه فعلا في لقاحات بتجيب معاه 50%. وهم يعني حاليا شركات تصنيع اللقاحات يعني بتطور من اللقاحات بتاعتها بحيث انها تواكب المتحور نفسه، لان انت حضرتك عارفة المتحور واللقاح هي فكرة عاملة زي القفل والمفتاح. يعني كل متحور لازم يقبله مفتاح معين. صحيح. فهم دلوقتي شغالين بحيث انه يطوروا اللقاح نفسه بما يتناسب مع المتحور الجديد. نتمنى ده بالإضافة طبعا للأدوية اللي ظهرت، مش اللقاحات، الأدوية اللي ظهرت، البروتوكول اللي كل شوية بيتغير طبعا على حسب المتحورات الجديدة. بالضبط. لا أنا بتكلم على حتة أنه في أدوية مش لقاحات ظهرت. نعم. وخدت الأبروف من الـ FDA أو التصريح من الـ FDA وقريب جدا هتتنقل هنا في مصر بحيث أنه يتم تصنيعها. يعني مثلا زي الأدوية الأمريكية باكسلفيد وغيره، ودي بتتاخد من أول يوم لحد الخمس أيام وبيجيب نتيجة جيدة جدا وبتمنع دخول المستشفيات بنسبة 90% أو 89%، وبتمنع الإصابة بنسبة 88%، أدوية مش لقاحات. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك جدا دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة، شكرا لحضرتك يا دكتور.